عائلة أجادور الكبيرة أينما كنتم، تحية خالصة من القلب، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذن إخواني، قبل أن نبدأ موضوع حلقة هذا اليوم، أحيطكم علما أنه نزولا عند رغبة العديد من المتابعين فقد قمت بتحسين إنارة المكتب أو الاستوديو، يعني حتى صارت بهذا الشكل. لذلك من فضلكم أخبروني في التعليقات ما هو رأيكم في الإنارة مقارنة يعني بالفيديوهات السابقة، هل هناك تحسن أم لا؟ إذن عزيزي المشاهد، سواء كنت منشئ محتوى أو تفكر في أن تصير منشئ محتوى أو بمعنى آخر يوتيوبر، فمما لا شك فيه بأنك تعرف تماما أو تعي تماما أهمية الميكروفون في الموضوع. وحتى نفهم ذلك أكثر، دعونا نقوم بتجربة بسيطة. الصوت الذي تسمعونه الآن يتم تسجيله من خلال هذا الميكروفون، ثم يتم حفظه في الحاسوب الموجود في خلفي، ويتم دمجه مع الصورة التي تأتي من الكاميرا باستعمال عملية المونتاج. الآن أنا أسجل من خلال الميكروفونات المدمجة في الكاميرا التي تصورني الآن. يمكنكم أن تلاحظوا يعني مدى رداءة الصوت في هذا النوع من الميكروفونات لأنها أصلا بعيدة. إضافة لذلك إخواني، أنني أسجل الآن في الليل حيث لا وجود للضوضاء. لو كنت أسجل بالنهار لكنت تسمع الكثير من الضجيج. نعود إلى الميكروفون. هنا يأتي دور هذا الميكروفون إخواني، الذي يقوم بتحسين جودة الصوت كثيرا كما تلاحظون. لكنك عزيزي، إذا كنت تظن بأن أهمية هذا الميكروفون أو ضرر هذا الميكروفون يقتصر فقط هنا، فأنت مخطئ تماما، لأن هذا الميكروفون الذي سوف نتعرف عليه في هذه الحلقة إن شاء الله لديه العديد من المميزات الرائعة جدا، إضافة أن ثمنه رخيص جدا، وأكثر من ذلك أنه يعمل مع الحاسوب ويعمل أيضا مع الهاتف. وبالنسبة لهذا الميكروفون إخواني، فهو يأتي مع كارت الصوت. إذا لاحظوا معي، هذه الكارت كما تلاحظون تحتوي على مجموعة من الأزرار. هذه الكارت فهي تعمل كوسيط بين هذا الميكروفون وبين الحاسوب الموجود في الخلف، او بين هذا الميكروفون والهاتف اذا اردت تركيبه مع الهاتف. فمثلا لو كنت شخص يحب الغناء لكن صوتك رديء جدا ولا يتناسب مع ذلك، فهذا الميكروفون او كارت الصوت هذه تحل لك المشكله بكبسه زر واحده. وكتجربه مني سوف احاول ان اغني لكم مقطع موسيقي قصير، يعني كتجربه فقط، رغم ان صوتي رديء جدا ولا اجيد الغناء، الا انكم سوف تلاحظون الفرق الشاسع جدا. اذا الخطوه الاولى هي انني سوف اضغط على هذا الزر. إذا الآن وكما تلاحظون كيف صار صوتي الآن، يعني سوف أحاول غناء مقطع موسيقي قصير بسرعة. دايم دوم ساعة بساعة ويوم بيوم، بقلبي بحبك مغروم، حنين فيك ليل نهار. أمر مضحك أليس كذلك إخواني؟ أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يحبون تجويد القرآن الكريم، فإن هذا الميكروفون يحسن من جودة الصوت بشكل رهيب جدا، إضافة أن يعني كارت الصوت هذه فهي تحتوي على مجموعة من المؤثرات ومجموعة من الوظائف الأخرى. سوف أجرب لكم بعض المؤثرات بسرعة. مثلا لاحظوا معي كيف صار صوتي، يا إلهي ماذا؟ أو لاحظوا معي كيف صار صوتي الآن، أو لاحظوا معي كيف صار صوتي الآن. طبعا حال كل هذه الأشياء تقوم بها فقط يعني كرت الصوت هذه مع الميكروفون ليس إلا. وهذه العلبة التي وصلتني، كما ترون حجمها كبير جدا، إضافة أن وزنها ثقيل للغاية لأنها تحتوي بالداخل على مجموعة من الأشياء الرائعة جدا. إذن لدينا هنا كتيب الاستخدام، ثم لدينا هنا فلتر، لدينا هذا هو الميكروفون نفسه كما ترون، يأتي أيضا مع فلتر ثاني، لدينا هنا ديال القطعة من أجل تثبيت الميكروفون مع المكتب، لدينا كيبل خاص بالميكروفون، لدينا بعض الأسلاك وبعض الكيبلات، هذه أيضا عبارة عن بطاقة الصوت أو كارت للصوت، أيضا لدينا هنا حامل للميكروفون كما ترون، لدينا هذه القطعة التي يركب فيها الميكروفون، وأخيرا لدينا أهم شيء على الإطلاق وهي كارت الصوت الرائعة جدا والمذهلة والتي تحتوي على بطارية مدمجة بالداخل. نقوم بتركيب هذا الهيكل البلاستيكي مع حامل الميكروفون بهذا الشكل، إذن حتى يصير هكذا. بعد ذلك نقوم بإدخال الميكروفون في مكانه، ثم نحضر كيبل الميكروفون نقوم بإدخاله أيضا في مكانه. هذا هو حامل الميكروفون أو المثبت مع الطاولة أو المكتب. طبعا الحال في هذه العلبة تجد كل القطع الضرورية، هذا هو الفلتر مثلا، نقوم بتركيبه في مكانه الصحيح، والنتيجة كما ترون
نركب وسط الميكروفون في المايك واحد أو اثنين، نركب كيبل اليو اس بي هنا، نشغل كارت الصوت من هنا، ثم نختار هذا الخيار. ندخل على برنامج الأوداسيتي، نختار الميكروفون من هنا، ثم نضغط على تسجيل. إذا لاحظوا معي الآن، بينما أتحدث إليكم يعني عبر ميكروفون الكاميرا، يقوم هذا الميكروفون أيضا بتسجيل الصوت على الحاسوب كما تلاحظون. أما في حالة ما إذا أردت استعمال هذا الميكروفون في الغناء، فببساطة أحضر هاتفي ثم أبحث في اليوتيوب عن أي لحن يناسبني، ثم لدي هذا الكيبل أركبه في منفذ السماعات. أما الرأس الثاني أركبه في الأوكس أي هنا. ومن أجل تحسين صوتك، إذا كان يعني صوتك رديء، اضغط على زر سيني. والآن ما عليك سوى أن تبدأ الغناء، وسوف يتم تحسين صوتك بشكل أوتوماتيكي. أكثر من ذلك أنه سوف يتم دمج الصوت الذي يدخل من الميكروفون أي صوتك مع صوت اللحن القادم من الهاتف في صوت واحد وتسجيله على الحاسوب كما تلاحظون. وفي حالة لم تجد لحنك المناسب، ففقط بالضغط على هذا الزر سوف يتم إزالة المغني وترك اللحن لوحده. وبالطبع على كارت الصوت هذه هناك مجموعة كبيرة من الأزرار، مثل يعني قوة البيز، يعني التحكم في قوة صوت الميكروفون، صوت اللحن من هنا، ولدينا هنا مجموعة كبيرة من المؤثرات. أما في حالة ما إذا كنت لا أمتلك حاسوب وأريد التسجيل بجودة عالية على هاتفي الخاص، في هذه الحالة نقوم بإلغاء كابل اليو اس بي الذي يربط كارت الصوت بالحاسوب. دور هذا الكابل إخواني إما أنه ينقل الصوت من الكارت إلى الحاسوب، أو يعمل كشاحن للبطارية الموجودة بالداخل، يعني كارت الصوت هذه قابلة للشحن، يمكنك أخذها أينما ذهبت. عموما هذا هو الهاتف الذي يعطيني اللحن، سوف أتركه مركب في مكانه، الميكروفون في مكانه. نحضر هذا الكابل الثاني الذي يوجد في العلبة أيضا، نركبه مع الهاتف الثاني الذي نرغب في التسجيل عليه، ثم أقوم بتحميل أي برنامج لتسجيل الصوت، مثلا هذا فهو رائع جدا، أضغط هنا. إذا الآن يعني يدخل اللحن من هنا عبر كارت الصوت، ويتم التسجيل هنا، أيضا يتم التسجيل من الميكروفون. يمكن إزالة المغني من هذا الزر، يمكن تحسين صوتي من هذا الزر، طبعا حال يمكن يعني التلاعب أكثر بالإعدادات أو إضافة بعض المؤثرات الصوتية الأخرى. أما في حالة ما إذا كنت تريد العزف على أي آلة موسيقية، مثلا مثل الجيتار أو الكمان أو ما إلى ذلك، نحضر أي ميكروفون من الحجم الصغير كما تلاحظون، ثم نركبه في المايك 2 أو الميكروفون الثاني، بحيث صار لدي 2 من الميكروفونات. أنذاك يمكنني تقريب الميكروفون من وجهي، والميكروفون الثاني أضعه مع الآلة الموسيقية سواء الجيتار أو ما إلى ذلك، ويتم التسجيل هنا يعني على الهاتف الثاني. في حالة ما إذا أردت التسجيل على الحاسوب، أقوم بتركيب كابل اليو اس بي. وما أعجبني في كارت الصوت هذه هو أنها تحتوي على بطارية مدمجة بالداخل، تمكنك من أخذ هذه الكارت أينما ذهبت، إضافة أن هذه البطارية تدوم لمدة طويلة جدا، إضافة إلى أنها تدعم التسجيل على 2 من الهواتف في آن واحد والحاسوب أيضا في آن واحد، أيضا أنها تدعم 2 من الميكروفونات و2 من سماعات الرأس في آن واحد، كما أنها تحتوي على الكثير من المؤثرات الصوتية الرائعة جدا، كما أنها تقوم بتحسين صوتك، ويمكن أيضا حذف صوت المغني الأصلي. وبالطبع يمكنك استعمالها سواء في الغناء أو العزف أو حتى التجويد أو حتى عمل البث المباشر سواء على الحاسوب أو على الهاتف. وبطبيعة الحال أنا أتوفر مسبقا على الميكروفون الذي أستعمله في كل الحلقات، وسبب شراء هذا الميكروفون هو أننا إن شاء الله سوف نستعمله في ترجمة محتوى هذه القناة إلى اللغة الإنجليزية، وسوف يقود بهذا العمل الأخ والصديق ياسين. Hello Ojador's followers, my name is ياسين. I am translation of Ojadorship. So welcome to our new channel. وبطبيعة الحال من خلال هذا الفيديو أحببت أن أعطيكم مجموعة من المعلومات المهمة جدا التي قد يحتاجها العديد منكم لبدء مشواره سواء على اليوتيوب أو غير ذلك، بما في ذلك الحصول على ميكروفون احترافي جدا بأقل تكلفة ممكنة. لا تنسوا، سوف أترك لكم الرابط، رابط الحصول عليه في صندوق الوصف، يصلك حتى باب منزلك أينما كنت تعيش. ألقاكم في حلقة مقبلة، كونوا في الموعد.